حبيبنا الكحكي نور بيا نمبر 1 اخبارك حبيبنا علي التجوني كيف الحال امور طيبه الحمد لله الله يخليك وين ماشيينك مسيبيني والله يا متكعب هدروز امور طيبه 100% الحمد لله الكحكي بعد نقول الكحكي معناها رقم واحد والستايل والجو والحركات تسلم والله اول شيء نشكرك بجديات غيرتني يا راجل غيرتني انت زدت نسبه المتابعين عندي ربي يحفظك يحفظك ان شاء الله ربي. كحكي ادويلي على اللقب الكحكي كيف جاء واعطيني اسمك الثلاثي الاسم محمد احمد صالح تمام اللقب هذا بديت خشع الحلاقه كان يعني حلاق قديم تمام هذه في سنه كم ممكن 2008 2009 تمام كان لي ولد عمي من منطقة سويتينا وهذه عنده قريبة حلاق راجل قديم شوي في الحلاقة لقب الكحكي وكان ملقب على الرسوم تاع المتحركة بتاع افتح سمسم اوكي خلاص قاعد يقول لي كحكي مشت فيه تو مشت حتى على العائلة والله علي والتجوري مرحبا شاب الوسيمة كيف ما شاء الله أول ما شفتك ما سبقش تيبي والله بعدين قالوا تاجوري قلت لهم كيف عندك وزيرك كيف ما شاء الله ربي يحفظك سلمك انخراطك وبدايتك في مجال الفن يعني طبعا بديت في منتديات من 2004 2005 تمام حبت ديما مجال المسرح أنا من صغري فلما جيت المنتدى عشان تحبني قلت لهم مسرح فدرنا كمسرحية في المنتديات وبعدها انتقلت لمسرح الجوال مع ستيفن دينالي وجه له تحية طبعا ما شاء الله عليك وبديت مسيرتي ما شاء الله عليك وان شاء الله ديما تستمر مسيرتك يا رجل سلمك المهم بديت مع ستيفن وقعدت مستمر في المسرح ما شاء الله عليك وبعدين خشيت للشاشة مع الفنان عبد المصطفى حداد هو وجه له تحية وطبل نعم وقعدت شنو نخدم على روحي الفنان عبد الباسط خال كعكة هاي اعطيها لي انا هاي لك انت اعطيك البايك انا هاي يا خالي يا خالي يا خالي يا خالي اكيد طبعا سلم عليك يا ليو كيف رفيقنا بط جديات انا عجبني فيك ذوقك سلم معاملتك للزبائن راهو مش بالموضوع اني دعايه يعني بغض النظر ان الكحكي معطينا كوبونات وجديات وقف معايا وقفه بجديات مش حننسى لك ومش غريبه عليك صحيح. لكن سر انجذاب الشباب لك وين متحلق دوخوني عند الكحكي وعارفين الكحكي ما شاء الله تبارك الرحمن يعني فل فل هي في فكره ربيع ممكن رايحه على الحلاقين شوي تمام مش كل شيء قو يد ولا قو حلاق التفنن في الموضوع لا حتى في حاجه كيف تقرا افكار زبونك عشان انت توصل للضحكه لانه هو مقتنع يكون هو مبسوط مرات يقعد حلاقته مش حلو صح بس ضروري توصل قناعته هو عشان هو ينبسط باش يكون راضي مش تريح صح تمام اذا الا هذا هو في مره من المرات ان في زبون ما كانش راضي من تحليقه من الكحكي في وجدي فيه. بس كيف وصلوا لك انت عارف هي مود مزاج يعني جنك ايام ما عندكش نيه تخدم جنك ايام مضبوط بس انت بعد حلقتني كان عندك مود لا في اغلب اللي عنده الساعه فتريح اكثر للزبون اللي يقول لي مثلا حلق بجوك تمام انت تشوف في الحلاقه مثلا الزبون هذا حلاقه تمشي مع سنه ومع ستايله ومع أكيد. حتى وظيفته يعني في ناس مثلا يطلبوا منك في تحليقات ما تتماشاش مع شخصيتهم اكيد علي عمره بحيث انك شنو تصغره كم سنه لورا بس في العمر بتاعه وتتماشى مع حتى طبيعه شغله تمام عجبتك تحليقه عليه وين محل؟ عند واحد صاحب كان خذا منك فاتور كان خذا منك 20 20 بس تعلم على راسي تعلم على راسي لا بس كويسه ما شاء الله عليها ما في مش يقول لك شوي من حنا شوي من غطي اليد خلاص حتى الوسامه ندور صح ربي في اللي انت ما شاء الله مثلا في اللي تحط عليه حاجه سمحه تبين عليه سمحه فعلا في اللي يجيك مراجع بيطلع مهند في اللي يقول لك ما ينفع بالبيت تركي عليك القناعه كنز في نهايه الامر كحكي مؤمن بها مقولة صاحب مهنتك عدوك بالنسبة من الكحكي ما عنديش الحاجة هذه
ماشي انت ساير بس السوق اللي ماشي هيك في مواقع في 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 الناس اللي ثبت لك عثرات يعني لأن في في تجارة في العلاقة تمام تجارة لأن المواد والشركات طبعا الموضوع تنوع الأسعار محارب انت حارب محارب من الزملاء انا عند توا في بنغازي مطلع ما يقارب 100 حلة وهل وهل الجحود كان معاها من ما فيش ولا واحد ما فيش ولا واحد يرنش حاله كده انكروا انكروا فضلا في اللي يقلب عليك والله يجيب. والله سبحان الله ومعروفين في بنغازي تو بس مش مشكله انت لا عادي انت يكفي انك انت تحطم يا الحلاق تبحت فيك تعزق له نظره هو 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 لله يا ربي فعلا صح صح علي ولا لا عندك العلم اني بعيدا عن اعلامي اني حلاق اول مره نصرح بها اول مره نعلم اول مره انت تعرف بس انا حلاق من امتى مسيب؟ لا انا كنت في السويت حلاق يعني وعليش مسيبها يعني والله بعد خشيت مجال الاعلام لما اثنين عادي ربي والله نفكر نرجع بس نرجع بشيء خليني نقلب انا اعلامي خليني لا ديما نتصرح بها يعني عارفين اللي قريبين مني عارفين اني حلاق بس طبعا غادي هم عندهم الحلاقه الرجاليه والنسائيه مع بعض فانا بعد رجعت من السويت خشيت المجال الاعلامي ف بيقول لك صاحب مهنتين كذاب يعني كذاب عشاكم يعني وحشا المشاهدين فحبيت مهنة الإعلام فقلت خليني في الإعلام هو تقدر تقدر تجيب من اثنين بس والله الحلاق فنان يعتبر أيوة والفنان عادي يرى ومثل أنا من مجلد. قليل إني يمشي الحلاقين اللي أصدقائي يعرفوني إني نادي ما نحمق بروحي أنا عشان بدي سألتك قلت لك أنت ما شاء الله تبارك الله شعرك حلو هل قاص بروحك قلت لي آه تمام يا أخويا أخويا أخوي الصغير سليمان سليمان سلومة منور يا سلومة منور جيمر عليوة نعم معروف عليك بجديات والله بدون مجاملة إنك أنت جدع وأنت معايا في البرنامج الجو فانتاستيك في الخدمات الإنتاجية ومساعد مخرج أيضا حتى في مشيها يا فنان الله يسامحك علي يعني داروا فيا مقلب ياك أحكي والله اللي ما طاح في أنت جايبيني على أساس مدير شركة وأني وأنا صدقت الموضوع وكان الموضوع حتى هو مشارك فيه لقينا جري رطبنا المقلب جري يا ربيع ادويلي على تجربتك في العدسة الخفية كيف كانت؟ طبعا تجربة مميزة هي كاينة مع الفنان علي العريبي نعم وخديت معاه دور اني انا نجيب الفنان او الاعلامي نرطب المقلب منكم لله كيف ما شفت النتيجة انت قدامك وانا نحدد لعند كان ضي طافي نحدد لعند الساعة 4 في بدلتي لا ركبوني في مفخرة الراجل حس روحه مرموق حس روحه مرموق عشت شعور المرموق عرفت تحكي طبعا الحلاقة بحرها واسع وستايل كل سنة في ستايل يختلف عن ستايل صح انت بعض الشباب اللي يطلبوا في القصات اللي ممكن تكون جريئة شوية هي الرسم على الرأس انت معروف عليك في التفنن وجبت على قناة 218 معروف لا يعرف ادويلي علي التفنن في الرسم كم ياخذ منك ساعة وكيف تقبل الناس او المجتمع للرسم على الراس يعني انت في بعض العائلات يقول لك لا لا ولدي ما يرسمش على الراس في بعض العائلات يقول لك لا اوكي خلوه على راحته فانت كيف تتقبل هذه النقد يعني اذا كان الموضوع في نقد على السوشيال ميديا وانت عارف الناس الفاضيه على السوشيال ميديا بس في حاجه ربيع بنوضحها احنا الرسم هذا باعتباره يخطف في من 5 ساعات ل 8 ساعات في ناس راه تحسبها بسرعه الموضوع اول حاجه نحن ما نخدموش عليه كشغل الرسم الرسم هذا عليه طلب لا مش طلب نظامه كيف ما تقول منافسه حلاقين ابراز قدرات الاكثر ابراز قدرات كيف ما نبي نفشك انا ندير حاجه انا بس شنو في وقتها تمتاز بها مانيش واخد مكانها فلوس ولا انا دايره مخصص روحي للمود نتاعي للجو هذا يعني الزبون بعد يجي يقول لك ارسم لي ما ترسم لا عندي ناس معينه ناس معينه يتماشى معاها الموضوع يتماشى معاها الموضوع وبعد ما نكمل الرسم 8 ساعات يتم تصويرها ونمسحها او نشارك بيه بس انت واجهت يعني. نقد في الموضوع هذا في زمان يجوني لعابه كره قدم من انديه ليبيه تمام مش نقد هي هو تو كلاعب كرة قدم عيد الرسمة أنت تحسها حاجة سمحة صح, صح صح لكن كموظف ولا كواحد مخطف الشارع تحسها شينة معاه يتماشاش معاه يعني كل حاجة ولا حاجتها
انت يعني حاط في 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 عقلك العادات والتقاليد واقاويل. اكيد تقاليدنا صعبه شويه الموضوع هذا، بس انا حتى بروحي ما اغلب الوقت ما اشتغلش بها لان تاخذ الوقت واجد. الله عليك. فما تغطيش معايا كحسب وكعمل يعني، ما تغطيش معايا. نشارك بها في مسابقات برا ليبيا بعد نكسد. انا عندي مود، عندي رغبه اني نرسم بالتفنن، مانيش فاضي للشغل. خش الله عليك. في اغاني اكيد قريبه منكم من جندنا ونحن الثلاثه هي. حاجه في تليفونك قال لي شو فتشه. لا هيك مش متوقعين. أغنية تسمع نسمعك حاجة يعني؟ حاجة تحبها أنت. حاجة والله حاجة تواجد لكن نسمعك عيذوقني كيف أقول. زحمة اليوم بنغازي. ممكن نذوق عندك في أغنية هنا دي ما نسمع فيها الحق يعني، وما نطلع ممكن أكتر شيء نولع فيها هي. هي الله بس ربي ارش هي علي ما طلعت الاغنيه خلينا مع علي. هي علي ولايف انت هي. هو بلاي باك وانت لايف. هي عطينا دندنا هي. انت بتسمع اي حاجه منه حتى شعبان عبد الرحيم. رحمه الله في الشلوفه ما تنصهر كان الله علي. شوف شوق من ماضي جفا والله الهوى شاغل دور لي اي حيرتهن معايا في لوعة غلايا في ماضي نسيت. الله عليك الله عليك نور فنان. الله عليك. يحتاج أربع نعم ولا خمسة؟ أربعة ولا خمسة نعم؟ نعطوا الباز الذهبي ولا باز ال شنو؟ أربعة. ما هو أنا قاعد أفكر إن نعطيه خمسة تقول تحكي يكذب علي. باز الذهبي الذهبي باز الذهبي. هاي حاطينا هاي الأغنية نسمعك على التليفون. هاي حطينا على السبيكر. لا الوصلة مش مشكلة. هاي رومانسي رومانسي كاك. لا لا تفضل. حبيبي معي القهوة ناخذ قهوتي والسيارة جاي مالي حلغان تكملش دوبك واعي وفيها تحدي. أكيد سمعت حتى في بطولة اللي شارك فيها في مصر. نس جماعة الحق هاتي الله عليك الأسلوب تاعها وحتى كلماتها معبرة. وانا حواه تو انت جيتني على راس البيت. نحن نعزمكم علي. ايوه وعلي حاجات حلوه مش تعرف. ربيع الويكند رمشي وين؟ على الويكند. كافي ويكند ويكند. لا وين طلع الويكند؟ انا طلع انا طالع لنا وين صار. خليك لا ورا انت خليك لا ورا لا خليك لا ورا خليك لا ورا. لا كافي ويكند اكيد حنعزمك عليه. نبي منك اتصال شخص قريب منك بعد تزعل تفرح طول تتصل بيه. في من في انا عندي شخصيه رفيقي من وصاحبي يعني سالم قدير اسلوبه هياج الحمد لله. عليك تصلي بيه سالم هذا على كثر الاحزان عمرك ما تلقاه زعلان والله ديما يضحك تصلي بيه صديقنا الحبيب اسلومه وجه له تحيه. ربي يحفظك. وانت يا الغالي اللي قريب منك في عندي صديقتي حنين وهذه كلمه نضايق كلمها وديما تفضل الحق حنين منفي. ربي يحفظها ان شاء الله سلمك. هاي الاتصال الاول بعدين نتصلوا بحنين. خلاص الله يرزق معسل ضحككم. ان شاء الله التغطيه تمام. لا لا في تغطيه. هي اتصل لي انت بحنين وانا ما انت اتصل قبل. تمام اوكي ان شاء الله حصلوا. ايوه اهلين يا سلومة. مرحبتين. مرحبتين بالغالي كيف الحال؟ الله يسلمك ويبارك فيك. مرحبا. مرحبتين راني واخذ التليفون بتاع الكحكي راه واخذه.
ربي يحفظك، معك ربي المسلاتي في برنامج الجو فانتاستيك. انا سالته سؤال، قلت له اقرب شخص لك سواء بعد تفرح والله تزعل تتصل بي يا طول، فمسميك سلومة هياجة. والله عشان يحلق فيك بس. والله يجب نرسم عليه. والله الله سلم. ربي يا حب. سلمك. يا سلومة يا سلومة، أحسن حاجة صفة في طبع الكحكي تحبها. أفضل صفة في طبع الكحكي. لا أعطيني وحدة بس، وأعطيني حاجة أتمنى في طبعة تغير غير النوم في الصباح. والله شو أنا شو نقول لك، إنك إحنا لا نزل لا يحصل الكرم كالبيبة كالحلقوش أتمنى صعبة يعني ما نقدرش نقول لك، يعني حالة زواج بكر لو كان نجوين لك احتمال بعد بكرة كامله. ربي يعوضك إن شاء الله. ما عمراش يضربك بحق وقال لك اعزمني العشاء عليك ولا الغداء عليك؟ قال نحن 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 مربوطين. قال لي نحن يا راجل بطرف البيستا بيتزا البيتزا البيتزا شنو هو قصته؟ طرف البيتزا اسكت خلاص تمام تمام سلومة. ربي يحفظك يا سلومة، ربي يحفظك ويسلم عليك طبعا الشاب الممثل علي التجوري ومنور، وان شاء الله وان شاء الله ربي يدوم الصحبة والود بينكم ان شاء الله. ربي يحفظك ان شاء الله، منور منور يا سلومة، منور يا طيب يا غالي، ان شاء الله ان شاء الله يا غالي ان شاء الله يا غالي، سلمنا على طرف البيتزا. حصلت حنين، ربي يحفظكم يا غالي. شو القصه ود بيتزا سلومة؟ نادر نادر والله والله تو شي يجي يوم حاطه دوام ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه. الو السلام عليكم، مش علي معاكي 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 ربيع المسلاتي. اهلا وسهلا طيب، اهلا بك حنين المنفي. شو الاخبار يا غالي؟ الله يخليك ربي يحفظك. طبعا حنين المنفي انت من صديقه علي، بس انت صديقتي حتى ناس صدوقه. صديقتي ربي يحفظك. فانا سالت علي قلت له بعد تزعل والله تفرح في اكيد انسانه تتصل بها، فاختارك انت من بين الاصدقاء بجديات، وانت راهو اللي قال عليك شويه بجديات، من انت من الشخصيات المحترمه والراقيه والقدعه. الله يحفظك وربي يطول لك في عمر الوالده. شنو اللي تحبي في طبع عليوة وتتمني في حاجه يتغيرها في طبعه غير انه ياكل واجد؟ علي كان طفل وهو طفل، هذا هو لا والله بس في له ام شوي. ربي يحفظك اكيد اكيد حبيبي، وربي يحفظ لنا الدكتور محمد بغراره، وسلمي لي على الحاج واجد. ربي بارك الله، الله يخليك، وربي يدوم الصحبه والرفقه الطيبه ان شاء الله. اللهم امين. الله يخليك. برنامجي شنو اسمه؟ الجو فانتاستيك. هاي قوليها مع بعضنا، هاي نحن مع بعضنا بنمشوا للويكند، قولي معانا باهي في برنامج الجو فانتاستيك.